Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bien Apprendre. في هذه الحلقة سنتعرف على المجالس التعليمية. إذا بالنسبة للمجالس التعليمية فهي كاين أربعة ديال المجالس. سنتعرف على مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجالس التعليمية ومجالس الأقسام. وغادي نتعرفوا على كل مجلس والأعضاء اللي كيكونوا فيه، وكذلك المهام اللي كيقوم بها أو الأدوار اللي كيقوم بها كل مجلس. إذا نبدأ بمجلس التدبير. إذا مجلس التدبير فهو مجلس كيتكون من مدير المؤسسة بصفته الرئيس، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي، ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، ورئيس جمعية الآباء، وممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد به المؤسسة. إذا بالنسبة لهذه الأعضاء اللي عطيتكم اللي كيكونوا في مجلس التدبير، فأنا غادي نعطيكم هذه المجالس بأربعة الأعضاء اللي كيكونوا بالنسبة للمجالس اللي كيكونوا في التعليم الابتدائي، مؤسسة التعليم الابتدائي من غير الإعدادي من غير الثانوي. إذا بالنسبة للتعليم الابتدائي هذو هما الأعضاء اللي كيكونوا في مجلس التدبير. بالنسبة للمهام اللي كيقوم بها هاد الأعضاء أو لا هذا المجلس، فهو كيقوم بدراسة الحاجيات المؤسسة السنة المقبلة، اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة، دراسة برامج وعمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية، دراسة برامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازها. الآن غادي ننتقلوا للمجلس التربوي. المجلس التربوي كيتكون من مدير المؤسسة، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ. هذو هما الأعضاء اللي كيكونوا في مجلس التدبير بيتو المجلس التربوي. مجلس التدبير كملنا معاه، دابا انتقلنا للمجلس التربوي. هاد العناصر ولا هاد الأعضاء اللي كيكونوا في المجلس التربوي، المهام اللي كتقوم بها هي تنظيم مسابقات وأنشطة، إعداد مشاريع البرامج السنوية، برمجة الاختبارات وتتبع إنجازها، برامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها، تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج، توزيع التلاميذ على الأقسام والحجورات، واستعمالات الزمن. الآن غادي ننتقلوا للمجالس التعليمية. المجالس التعليمية كتكون من مدير مؤسسة، هو رئيس دائما كياخذ صفة الرئيس، ومدير الدراسة، وجميع مدرسي المواد الدراسية. بالنسبة لهاد المجالس التعليمية، الدور اللي كتقوم به هي دراسة وضعية تدريس المادة وتحديد حاجياتها التربوية، مراجعة المشاكل والصعوبات التي تعيق تطبيق المناهج الدراسية، وضع برمجة تقويم، تتبع نتائج تحصيل التلاميذ، إعداد جداول الحصص. الآن غادي ننتقلوا لمجلس الأقسام. بالنسبة لمجلس الأقسام فكيتكون من مدير مؤسسة بصفته الرئيس، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ. هاد الأعضاء كاملين اللي كيكونوا في مجالس الأقسام، الدور اللي كيقوموا به هو النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ، تحليل واستغلال النتائج لتنظيم عمليات الدعم، قرار الفصل والتكرار، هما اللي كيعطيو قرار الفصل والتكرار، واقتراح قرارات تأديبية. نتمنى ان هاد لا فيديو يكون نال اعجابكم. ما تنساوش انكم تنضموا للقناة باشتراككم وضغطكم على زر الاعجاب، وشكرا.